ضيفة فريد في رمضان على قناة أنفاس بريس هي فنانة مسرحية تلفزية وسينمائية خديجة عدلي. مرحبا بك الأنفاس بريس. مرحبا وألف مرحبا وشكرا على الاستضافة. تبارك الله عليكم ورمضان مبارك. ورمضان مبارك كريم. يا لاله خديجة، شي كتعرفي الطرائف كتختلف، شي طريفة وقعت لك في رمضان يعني في البلاطو التصوير ولا في الدار ولا في الشارع؟ هما بزاف ديال الطرائف. عاودي لينا وحدة. نعاود لك غير وحدة ديال زمان اللي ما عمرها بغات تنسى ليا، هي ايام فرقه مسرح اليوم مع الفنانه توريا جبران الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين يا رب العالمين. كنا في المسرحيه بوغابه، يمكن انت كنت باقي صغير. هو واحد الوقت ساعتي كنلعب انا وخمولي في المسرحيه ديال والله العطار جال دواري، وكنقول لك يقول لي الكتيفات وانا لابسه طويله ودايره الطالون عالي، داك الطالون لاعبين في الداخله، والداخله ما لاعبينش في المسرح، لاعبين غير في الهواء طلق، وكان دوك الخشبه ديال العود تخشى لي الطالون بين العود والعود. خمولي كيتسنى فيا كنقول له كنقول يقول لي الكتيفات كنقول لي الطالون راه مشي الطالون باش نفيقو، ويقول لي الكتيفات تقول لي الطالون. كانت هذه من بين الاشياء اللي لدرجه ان عييت نحاول باش ما نجبد داك الطالون. وانت كتفيبري بكل تواضع. بكل تواضع بالاخير وانا نجلس حيت بدي حيت على خاطر حيت صباط انا نجر ويجر وهذا مكان. جديد الفني ديال لاله خديجه في هذا رمضان ان شاء الله. ان شاء الله حاليا يلاه داز المسلسل ديال الى ضاق الحال، الحمد لله لقى تجاوب مع الجمهور ونتمنى ما يضيقش الحال. لا ان شاء الله. والجديد هو المسلسل ديال ناس الملاح ديال الفنان المبدع الحاج بوعروه، والاخراج ديال الاستاذه جميله برجي. ودابا حاليا بالنسبه للجوله اللي ان شاء الله ديال رمضان هي مسرحيات عيده وزروال مع الفنانه دنيا بوطازوط والفنان الشرقي. تحياتي لهم من هذا المنبر. شكرا. ان شاء الله لي جوله غادي تبدا من 7 زعما يوميا، زعما يوميا العروض غتكون في رمضان ان شاء الله. في رمضان عندنا العروض ان شاء الله، عندنا اسفي، عندنا جديده، عندنا قريبكه، عندنا سيدي سليمان، عندنا الدار البيضاء، عندنا عده مدن في المغرب اكثر من الشيفور ديال الكارت. ايوا نتمنى ان شاء الله ان نكونوا عند حسن الجمهور ان شاء الله. تحياتي ونورتينا. شكرا لكم وشكرا. رمضان كريم. ربي يخليك. تبارك الله عليك فريد، وتبارك الله على انفاس بريس على المجهودات اللي كتقوم بها، وانك كتجري وكتقلب على الفنان باش توريه الجديد للجمهور، لان احنا بلا من المنابر الاعلاميه يمكن الفنان ما يعرفش الجمهور الجديد ديالو. فتحيه لكم. شكراً. وشكرا تحياتي. لكم تحياتي.